هذا سائل يقول: ما يقوله بعض الناس بأن الذبح للضيف هو ذبح لغير الله فلا يجوز، هل كلامهم هذا صحيح؟ لا ما هو صحيح. ذبح للضيف هذا مأمور به لأنه إكرام للضيف، فقد أمر بإكرام الضيف. الذبح للقادم من السفر هذا لأجل الفرح بقدومه وجمع الناس على أهالي المائدة من باب إظهار الفرح بالقادم، تقدير للقادم أيضا، لا بأس بذلك. نعم.